بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. قال موسى بن عقبة: كانت في شوال سنة 4. قال الله سبحانه وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. قالت عائشة: كان ذلك يوم الخندق. تسمية الغزو بالخندق من أجل الخندق الذي حفر حول المدينة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة سلمان رضي الله عنه، وتسميتها بالأحزاب لاجتماع طوائف من المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، قريش وطفان واليهود ومن تبعهم. وقال ابن إسحاق أنها كانت في شوال سنة 5. وقال ابن القيم هو الأصح، وقطع به الذهبي واعتمده الحافظ الآخر. الأكثر أن غزوة الأحزاب كانت سنة 5. قوله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم، فهؤلاء المشركون من قريش وغطفان جاءوا من قبل أحد من شمال المدينة، ومن أسفل منكم قريظة، ومن والاهم كانوا في جنوب المدينة من الناحية الأخرى. وإذ زاغت الأبصار، من شدة الخوف والقلق، وبلغت القلوب الحناجر، تعبير تذكره العرب يقصد به من شدة اضطرابها، كأنها أوشكت أن تصل إلى الحنجرة من شدة الكظم، من شدة القلق والاضطراب. تظنون بالله الظنونا، ظنون كثيرة، ظنون المؤمنين أن يحفظهم الله وأن ينصرهم مع ما هم فيه من الحصار والقلق والخوف، وظنون المنافقين الذين ظنوا زوال الإسلام واضمحلال الدين. عن حميد قال: سمعت أنسا قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع تعب الجوع، قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرين، فاغفر للأنصار. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. أخرجه البخاري، هذا حديث صحيح. فاغفر الأنصار أو فأصلح الأنصار والمهاجرة، وقد كانوا يقولون ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معهم. ومن قال بيتا من الشعر لا يقال عنه شاعر ولا أنه تعلم الشعر، يقول على سبيل الندرة. عن البراء قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى اغمر بطنه أو اغبر بطنه، يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإذا أرادوا فتنة أبينا، ورفع بها صوته: أبينا أبينا. اتفق على صحته. اغمر أو غمرت الشيء إذا سترته، ماء غمر يعني يغطي، إذا على كل شيء
إذا على كل شيء قتره، قتر إذا غبار، وغبر إذا على كل شيء فستره وغبر من الغبار، فستره وغبر، أو غبر هي الضبط الآخر للكلمة، غمر بطنه يعني غمره التراب وستره، اغبر أي حصل فيه الغبار. فيه مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الأعمال بما فيها الأعمال الشاقة كنقل التراب في حفر الخندق، وفيه استعمال إنشاد الشعر وغيره ورفع الصوت به أثناء الأعمال الشاقة وفي الجهاد وفي السفر ونحو هذا، لأن هذا يهول العمل بشرط أن يتضمن المعاني الحسنة الجميلة التي تدل على العقيدة الصحيحة. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فشهود عمل العبد بتوفيق الله عز وجل يمنع عنه العجب والغرور ويجعله يطلب مزيد المدد من الله، خصوصا فيما هو شاق عليه. فأنزل سكينة علينا، السكينة في القلوب ينزلها الله عز وجل ويخلقها في القلوب المؤمنة. وثبت الأقدام إن لاقينا، إن لاقينا أعداءنا فتثبيتهم ليس راجعا لأنفسهم وإنما هو لله سبحانه وتعالى. إن الأولى قد بغوا علينا، الذين أشركوا وكفروا بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة شركا أن ننصرف عن الدين، أن نترك الالتزام بالإسلام، أبينا أبينا أبينا. عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال أتيت جابر بن عبد الله فقال إنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة صخرة، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق، فقال أنا نازل، ثم قام وبطنه معصوب بحجر، يعني ربط حجرا صلى الله عليه وسلم على بطنه من شدة الجوع، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. نتصور هذا المشهد، أن الصحابة لا يجدون طعاما، لا يجدون شيئا يذوقونه، وهم يعملون عملا شاقا في الحر والبرد، الجو القاري في أول يوم نهار بارد وفي النهار يكون حارا كما هو معلوم. قال ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل. هذا من معجزات النبوة الظاهرة ودلائل صدقه عليه الصلاة والسلام، من أنواع القدرة والتأثير، أن الصخرة التي امتنعت على المعاول ضربها النبي عليه الصلاة والسلام صارت ترابا ينهار، فعاد كثيبا أهيل أو أهيم. فقلت يا رسول الله إذن لي إلى البيت، فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر، يعني لا يمكن أن أصبر على حال النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. قال فعندك شيء؟ قالت عندي شعير وعناق، لها شيء من الشعير وعناق يعني ماعز صغير. قال فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة. الذي يكون في التنور. قال ثم جئت، قال ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، يعني من التخمر، والبرمة بين الأسافي قد كادت أن تنضج. البرمة بين الأسافي اللي هي الأحجار الساخنة التي توضع عليها، يوضع عليها الإناء حتى ينضج الطعام تحته النار. فقلت طعيم لي. قال جئت النبي، فقلت طعيم لي، طعام صغير قليل، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. فقال كم هو؟ فذكرت له،
فقال كثير طيب. قال قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. قال قوموا. فقام المهاجرون. فلما دخل على امرأته قال ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت هل سألك؟ قلت نعم. امرأة جابر امرأة عاقلة، هي ثيب عاقلة، تدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل شيئا فإنما بحكمة يعمل. قالت هل سألك؟ قلت نعم. فقال ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة، يوطيها، والتنور إذا أخذ منه يخمر توطيه إذا سحب منه حتى لا ينظر أحد هل نقص كم بقي، لأنها إذا حسبت قلت البركة. قال فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية. قال كولي وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة. ورواه سعيد بن عناء عن جابر وقال ذبحنا مهيمة وطحنت صاعا من شعير وقال وهم ألف. هذا من معجزات الظاهرة في الأولى والثانية في الكدية وفي الطعام الكثير. صاع من شعير يعني تقريبا 3 كيلو رز يكفون 1000 إنسان، والعناق الماعز الصغير لا يأتي ب6 أو 7 كيلو جرامات من اللحم. قال وهم 1000 فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوا منه فضلا. هذا حديث متفق على صحته. قوله فعرضت كدية أي قطعة غليظة صلبة لا يعمل فيها الفأس والمعول. ومنه قوله سبحانه وتعالى أعطى قليلا وأكدى أي قطع العطاء، يقال أكدى الحافر إذا بلغ الكدية فقطع الحفر. الحافر أكدى الحافر انقطع. أهيل والأهيل والهيال السيال. ومنه قوله سبحانه وتعالى كثيبا مهيلا أي مصبوبا سائلا، تهيل الرمل إذا سال. ومن روى أهيم يقال كثيب أهيم وكثبان هيم، والهيم الرمال التي لا يرويها ماء السماء. به فسر بعضهم قوله سبحانه وتعالى فشاربون شرب الهيم، يعني الماء لا يجعله لا يستقر فيه. عن أبي إسحاق قال سمعت سليمان بن سرد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين أجري الأحزاب عنه الآن نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث يدل على معجزة أخرى خبرية، لأن هذا الذي وقع بعد الأحزاب لم يفكر المشركون أن يأتوا إلى المدينة، وغزى النبي صلى الله عليه وسلم قريظة أولا وغزى خيبر بعد ذلك وسار بالمسلمين إلى الحديبية وبعد ذلك فتح مكة. كل ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. اللهم لك الحمد. هذا حديث متفق على صحته. الحديث لا نزوم ولا نزوره البخاري فقط، أنا قلت مسلم أخطأ، لكن هذا الحديث متفق على صحته.
شهود فضل الله عز وجل وحده لا شريك له، هزم الأحزاب وحده، غلب الأحزاب وحده، لم يكن بفعل أحد من الناس. الصحابة كانوا قد وصلوا في حال إلى حال من الشدة جعلتهم لا يتحركون، إذ رغبهم النبي صلى الله عليه وسلم في من يأتيه بخبر القوم يكون رفيقه في الجنة، لم يتحرك واحد منهم حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة. وصل عدد المسلمين في آخر يوم في آخر ليلة إلى 300، بدأوا 3000، وصلوا 1000 يوم جابر، يوم طعام جابر وصلوا 300 في نهاية الأمر، فكان أمرا شديدا جدا. باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. عن عائشة قال أصيبت، عن عائشة قالت أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العريقة، رماه في الأكحل شريان، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، يعوده ويطمئن عليه، وهو سيد الأنصار سيد الأوس رضي الله عنه، بسهولة من قريب بقرب المسجد قرب بيت النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال قد وضعت السلاح، والله ما وضعته، دليل على أن الملائكة كانت تقاتل كانت تحمل السلاح. قال والله ما وضعته، هذا قال جبريل، أخرج إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأين؟ فأشار إلى بني قريظة، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه، يعني بعد حصار طويل، فرد الحكم إلى سعد إكراما للأنصار الذين رغبوا في أن يكون الأوس لهم نصيب، لأنهم كانوا حلفاء بني قريظة في الجاهلية، وقد شفع عبد الله بن أبي بن سلول في بني النضير وقينقاع، فأرادوا أن يكون لهم هذا الشرف، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم إكراما للأنصار الأمر إلى سعد بن معاذ. قال فإني أحكم فيهم أن يقتل المقاتلة، وأن تسبى النساء والذرية، وأن تقسم أموالهم، يعملون معاملة أهل الحرب تماما، وقد فعلوا ما يستحقون به ذلك. قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، ما فيش حرب أخرى، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها، فجر الجرح، واجعل موتي فيها، فانفجرت من لبته، انفجر الشريان الذي في الرقبة، فلم يرعهم وهو في المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم، فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات منها، استجاب الله عز وجل دعاءه، مات شهيدا بأيدي المشركين، اتفق على صحته. عن أنس قال كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم، موكب جبريل حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. هذا حديث صحيح رواه البخاري ورواه مسلم في الجهاد والسير. عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. في نسخ مسلم الظهر.
أصحاب المغازي عامتهم يرونها العصر. قال: فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. فقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. اتفق على صحته. الظاهر أن الرسول سكت على الطائفتين، وهذا دليل على صحة فعلهما، وأن صلاة العصر في هذا اليوم كانت من الواجب المخير، إما أن يصليها في الوقت أثناء الطريق، وإما أن يصليها بعد الوقت في بني قريظة لتعارض العمومين. لا يصلين العصر إلا في لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، عام في الوقت خاص في المكان، وأحاديث المواقيت عامة في الأماكن والأيام وخاصة في المواقيت، فتعارض العمومين دون مرجح يجعل العمل بهما سائغا. باب غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة من بني غطفان، فنزل نخلا وهي بعد خيبر، نخل مكان من المدينة على بعد يومين، فيه طوائف من قيس من بني فزارة وأنمار وأشجع، فنزل نخلا وهي بعد خيبر لأن أبا موسى جاء بعد خيبر. وقال أبو موسى: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه، بيننا بعير نتناوب عليه الركوب، كل يأخذ عقبه بمعنى دورة جزء في الركوب، يعني هم يمشون خمسة أسداس المسافة ويركبون سدسها. قال: فنقبت أقدامنا، حصلت فيها قرح من شيء من كفة المشي، ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا خرق، فسميت غزوة ذات الرقاع. وقال ابن إسحاق: كانت في سنة أربع، وغزوة بني المصطلق من خزاعة وهي غزوة المريسيع. قال موسى بن عقبة: سنة أربع. وقال ابن إسحاق: سنة ست في شعبان. وقال الزهري: حديث الإفك في غزوة المريسيع. عن عبد الله بن عمر قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعته وسجد سجدتين. هو في صحيح البخاري. وأصح الأقوال أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر، وخيبر كانت سنة سبع، وغزوة المريسية كانت سنة خمس في شعبان قبل الخندق. قل قولي هذا وأستغفر الله. عليكم السلام. إلى متى قاتلت الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الملائكة قاتلت أيضا في غزوة حنين والله أعلم التي كانت بعد فتح مكة.
خدع من إخوة كثيرين كان يحسبهم على خير ولا يعتقد فيهم سوءا قط، وكان يحسن إليهم ويساعدهم. لما تكرر هذا الأمر صار يشك في كل أحد حتى أقرب الأقربين، وأصبح الشك يلازمه. أنا أنصحه بالعلاج الطبي لأن هذا أصبح مرضا. كون بعض الناس خدعوك لا يعني أن كل الناس كذلك، حتى الأقربون منك ليسوا كذلك، فهذا وهم وشك ووسوسة يمكن أن يعالج طبيا. إن استطعت أن تصرف بصرك، تصرف فكرك عن هذا، عن هذه الوسوسة فذاك، وإلا فتعالج طبيا. أخت تعمل بشركة للخياطة، يرغبهم صاحب الشركة على الجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم ربحا للوقت، هل صلاتهم هذه جائزة أم لا؟ إذا كانوا مسافرين فصلاتهم جائزة، إذا كانوا غير مسافرين فصلاتهم باطلة، صلاة العصر باطلة، وليس له أن يرغمهم. يمكن أن يجمعوا جمعا صوريا. إذا كان في برج العرب فهو سفر. قوله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. هل كانت اليهود يدعون إلى دينهم؟ يظهر أن طوائف من اليهود لا تشترط الأمة اليهودية، لا تشترط أن يولد الإنسان يهوديا لأم يهودية، فبعضهم كان يدعو إلى دينه، لكن المولودون حاليا كلهم يشترط في أن يكون يهوديا، أن يولد يهوديا لأم يهودية، ولا يرون يمكن لأحد أن يدخل اليهودية إلا كذلك. ويمكن أن يكون الأمر كذلك، ولكن ظاهر ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع بلتهم أن فيهم طوائف كذلك. دخل أحد المصلين المسجد بعد صلاة الصبح، فقام أحد المصلين الذين صلوا في الجماعة وصلى بالمصلي إماما تطوعا، هل يجوز ذلك أن يصلي الفرض مرتين في وقت كراهة؟ هذا لم يصلي الفرض مرة ثانية وإنما صلىها نافلة، وقد فعل هذا أبو بكر، هو الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل رجل بعد صلاة الصبح فقال: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل فصلى معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذان جماعة. وهذا حديث صحيح يدل على مشروعية التصدق، وهذه صلاة لها سبب، مشروعية التصدق على من كان يصلي منفردا. هل يجوز أن يقال لكافر يا عم فلان أو يا خال فلان إذا كان من أقاربه؟ أما إذا لم يكن كذلك فليس له ذلك. رجل قتل رجلا متعمدا، أولياء المقتول يريدون قتل القاتل، هل يكون هذا حقا لهم أم عليهم بتسليمه للحاكم؟ حين يولد حاكم مسلم لا يجوز أن يقتصوا منه حتى يرفعوا الأمر للحاكم. وعموما أخذ القصاص له شروط وضوابط، لابد أن يكون القتل عمدا، لا يشبه عمد ولا خطأ، وهذا قد يجهله الكثيرون من الأولياء. ثم لابد أن تتفق كلمة الأولياء جميعهم، رجالهم ونساؤهم، ورثة القتيل على القصاص، وإلا فلو عفى واحد منهم أو قبل الدية سقط القصاص. وكذا إذا كان بعضهم صغيرا وجب أن ينتظر حتى يبلغ فيختار القصاص أو الدية أو العفو، فهذه أمور لا بد من ضبطها، فلذلك لا يقال أنهم يفعلون ذلك دون رجوع إلى الحاكم. حسب الحال،
يمكن أن يحبس حتى يبلغ الصغير. مظاهرة يوم 30 سبتمبر كما ذكرت بالأمس صحيح في مطالب عادلة، ولكن لا تحققها حكومة معينة ضعيفة عاجزة، والأمر في الحقيقة هناك مخاطر ضخمة. حذرنا من فوضى يوم 9/9 وحدث ذلك بالفعل، وهناك دعوات للصدام، وهناك أسلحة مهربة كثيرة جدا في البلد، هناك مخاطر كبيرة، وليس هناك قيادة واحدة لهذه الجماعات المختلفة. وهناك من يطالب باستقالة المجلس العسكري رغم كل الأخطاء والمشاكل، لابد أن نعلم أن الفوضى هي بديل خطير جدا. هناك يعني أسباب كثيرة تقتضي عدم المشاركة في هذه الوقفات اللي بيوزعوا حاجات زي كده باسم الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير. لازم نغير، لازم نتغير، احنا نطالب بالتغيير فعلا، ولكن مسألة المظاهرات التي تؤدي إلى الفوضى خطر كبير. الخلع هل هو طلاق أو فسق؟ الراجح أنه طلاق بائن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ الحديقة وطلقها تطليقا. حجز الأماكن لسياراتهم بحديد وسلسلة، هذا ليس له، لأن هذا الشارع ملك عام للمسلمين، من سبق إلى المكان حق له أن يعني يستعمله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.